ليلى حبيبتي، مبين انه اعصابك كتير تعبانه. انا كنت عارفه انك انت ما رح توفري فرصه توقع بين ايديكي لحتى تستغليها كرمال تزليني وتتسلي فيي. بس اياكي اياكي تزلي ولادي وتتسلي فيهم. كيفيك تكوني انت هيك بلا احساس؟ ولك هيدا الحايط بحس اكتر منك. ولي هدولات خيك؟ هدولات خيك يعني من لحمك ومن دمك. المرأة اللي ضلت سنين تكسب على جوزها جاي هلأ تحكيني عن الإحساس واللحم والدم. خلص لحد هون وبس. لك هيدا الكلام الفاضي حصلتي على جوابه من زمان؟ هيك كنت مفكرة لحد ما شفتك مع عادل عن جديد. تذكرت إنه فارس خلق ابن 7 شهور، والغريب إنه خلق صحته منيحة بسم الله. هيدا الشيء بتشوفيه طبيعي. انت قدرتي تضحكي على خيي لانه كان بيحبك وشايفك ملاك. قدرتي تكذبي على كل يلي حواليك، بس علي انا ما رح فيك تضحكي لاني بعرفك على حقيقتك، وبعرف انه فارس ابنه لعادل. وبرأيي صار الوقت إنه الكل يعرف. شو رأيك أنت؟